وانت تساوي. تأكدنا على أصوات ضرب فيها الأبواب الخارجية، هي محاولة على ما يبدو لخلع الأبواب ويظهر عليها علامات خلع. فتحنا الأبواب، قوة كبيرة من جيش الاحتلال دخلت إلى المنزل وقامت بعمليات تفتيش بعد أن تم يعني احتجازنا جميعا، جميع من موجودين في هذا المنزل في غرفة واحدة لمدة قرابة 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف. عملية جيش الاحتلال استمرت من قرابة الساعة 2 وحتى 6 من صباح هذا اليوم. عمليات التفتيش واسعة، طالت كل أرجاء المنزل. جيش الاحتلال أدخل كلاب إلى داخل المنزل خلال عمليات التفتيش، يعني حاولنا أكثر من مرة الاستفسار عن سبب الاحتجاز. الجيش الاحتلال يقول أنه يبحث عن ربما أسلحة أو إلى غيره بغض النظر، ولكن يعني كانت عملية احتجاز لم يسمحوا لنا بالتحرك من الغرفة التي تم احتجازنا فيها طوال فترة التفتيش. يعني كما تلاحظون المنزل هنا في هذه المنطقة وأيضا منزل أشقائي بالقرب منا تم أيضا تخريبه بشكل كامل، والعبث بمحتويات المنازل خلال عمليات التفتيش التي نفذها جيش الاحتلال على مدار 4 ساعات. هذا هو الكسر.